ضمن جهودها لتعزيز السلامة المرورية وتحت شعار صيف بلا حوادث، تواصل الإدارة العامة للمرور تنفيذ حملاتها القانونية التي تشمل التأكد من سلامة المركبات والتأكد من عدم مخالفة أنظمة وقوانين المرور، ومنها تنفيذ القانون ضد مخالفي حاجب الرؤية لما يشكله من تأثير سلبي على سلامة مستخدمي الطريق، حيث بلغ إجمالي مخالفات حاجب الرؤية لشهر يونيو الماضي 968 مخالفة. وأكدت الإدارة العامة للمرور أهمية تركيب عوازل الحرارية للمركبات بما يطابق الاشتراطات والمقاييس المحددة بنسبة لا تزيد عن 30%، وتمثل المخالفة ذلك خطورة كبيرة أثناء قيادة المركبة، خاصة في الفترات المسائية وصعوبة التنبه والاستجابة لمتغيرات الطريق، ما يعرض حياة السائق والآخرين للخطر.